تمر اليوم 63 سنة على انبعاث الجيش الوطني الذي استمد عقيدته من معارك المقاومة التي خاضها الثوار الوطنيون ضد قوات الاحتلال الفرنسي، ومنها معركة واد بياش سنة 52 و900 وألف، ومعارك جبل إشكل وجبل عرباتة وتمغزى ورديف وجبل برقو سنة 54 و900 وألف. وقد جعلت هذه المعارك من جيشنا مدرسة للفداء والوفاء والتضحية والشجاعة، تجلت أبرز معانيها في معارك رمادة الحدودية سنة 58 و900 وألف، وبنزرت سنة 61 و900 وألف. ومنذ انبعاثه في 24 جوان 56 و900 وألف، يطلع الجيش الوطني التونسي بمهام الدفاع عن حرمة الوطن وسلامة ترابه وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسب المجموعة الوطنية والمساهمة في معاضدة مجهود الدولة في مجال التنمية والتدخل في عمليات الإغاثة والإنقاذ. كما يساهم الجيش الوطني في حفظ الأمن والسلم في العالم تحت راية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وقد اكتسب تجربة في المجال جعلته على مدى عقود محل احترام وتقدير في المنتظم الأممي، وقد اندرجت مشاركته في إطار أداء الواجب الأخلاقي في أكثر من بلد إفريقي يعيش تحديات على أكثر من صعيد. ومنذ 1 فبراير الماضي تشارك تونس في بعثة أممية بمالي باستخدام طائرة من نوع C-130، وتتكون هذه البعثة من 75 فردا من طواقم وعسكريين من مختلف الاختصاصات، وتتمثل مهامهما في تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأممية في مجالات نقل الأفراد والعتاد والإخلاء الصحي حسب برامج إدارة عمليات حفظ السلام داخل جمهورية مالي وخارجها. وينتظر أن يتم خلال السداسي الثاني من السنة الجارية إرسال فيلق تدخل سريع عسكري وسرية شرطة عسكرية في إطار حفظ السلام، وذلك عند إشعار تونس من طرف الجانب الأممي بالتاريخ والبلد الذي سيقع فيه الانتشار. واعتبارا لأهمية مهامه المتعددة، فقد حرص الجيش الوطني على مدى عقود على تطوير هياكله وإيلاء التكوين اهتماما خاصا في منظومة تعليم عسكري متكاملة، كما سعى إلى مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والأخذ بناصيتهما لإثراء مضامين البرامج التعليمية والمناهج البيداغوجية وانتهاج أقوم مسالك التسيير. وقد مكن ذلك المؤسسة العسكرية من دعم قدراتها العملياتية للقيام بمهامها على الوجه الذي يرتضيه الواجب الوطني وحق الوطن على أبنائه في حمايته. إن دعم الجيوش الثلاثة بالمعدات والتجهيزات وتطوير منظومة الاستعلام والتكثيف من التدريبات وتكوين قوات التدخل الخاصة جعلت من قواتنا المسلحة على جاهزية تامة لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة في عمليات استباقية. وتجسم معركة بنجردان في 7 مارس 2016 مثالا حيا على قدرة وحداتنا العسكرية على حماية التراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية. وقد مثلت هذه الملحمة درسا بليغا في الوطنية الصادقة، حيث كان الانتصار دوما لدولة القانون والمؤسسات والحرية، كما مثلت هذه الملحمة انتصارا استراتيجيا على تنظيم ما يسمى بداعش وبداية سقوطه في أكثر من بقعة في العالم. وفي إطار التعاون الدولي مع البلدان الصديقة وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود القائمة على الوقاية والمراقبة والرد وتطوير القدرات، تم تركيز منظومة إلكترونية على الحدود الجنوبية الشرقية بالإضافة إلى الساتر الترابي والترتيبة الدفاعية. وقد مكنت هذه المنظومة من تقليص ظاهرة الزهريب بنسبة تتجاوز 90%.
وبهدف حماية الشريط الساحلي ومراقبة مياهنا الإقليمية والتصدي للهجرة غير الشرعية، تم تركيز منظومة مراقبة إلكترونية ساحلية انطلاقاً من الحدود التونسية الليبية إلى الحدود التونسية الجزائرية. إن مكافحة الإرهاب عسكرياً وأمنياً يستوجب الاستفادة من تجارب بعض البلدان التي تخوض بدورها حرباً على هذه الظاهرة، لذلك رفعت وزارة الدفاع الوطني في نسق التعاون العسكري في شكله الثنائي، حيث أولته في مجال مقاومة الإرهاب وحماية الحدود الأولوية القصوى والمشاركة في برامج تكوين وتدريبات مشتركة. أما على مستوى التعاون متعدد الأطراف فتمثل مبادرة 5+5 الدفاع إطاراً مناسباً لتعزيز هذا التعاون في مجالات التكوين والتدريب والاستعلام والتجهيز واللوجستيك والتمارين في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية، فضلاً عن الملتقيات العلمية والدروس الدولية في ميادين الإسناد الصحي بالوسط الصحراوي والطب البيطري والقانون الدولي الإنساني. كما تسعى تونس إلى دعم التعاون مع مجموعة 7+7 في مجال أمن الحدود، وكذلك مع منظمة حلف الشمال الأطلسي في ميدان التكوين بمختلف مجالاته لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في مواجهتها للتهديدات غير التقليدية. وفي إطار مساهمات المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود التنموي للدولة، تعمل وزارة الدفاع الوطني على مراجعة دورها الكلاسيكي، حيث تم في المجال بلورة مقاربة جديدة قوامها تثمين الموارد الذاتية المادية والبشرية، وهو ما من شأنه أن يساهم في بلورة منوال تنموي جديد قادر على توفير مواطن شغل جديدة في ميادين متعددة كالتنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، على غرار ما تم إنجازه بمنطقة رجيم معتوق والمشروع الجديد الذي هو بصدد التنفيذ بمنطقة المحدث من معتمدية الفوار، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والتصنيع العسكري وتعزيز منظومة التكوين المهني العسكري بمركز التكوين المهني للغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس المنجز في إطار التعاون الدولي، ومن المنتظر أن ينطلق التكوين به خلال السنة القادمة. وحتى يتفرغ العسكريون لأداء واجبهم بكل حماس وتفان، تعمل مصالح الجيش على العناية بالجانب الاجتماعي بتحسين ظروف العيش بالمنشآت العسكرية من إعاشة ولباس وفضاءات ترفيه، خاصة منهم العاملين بالمناطق الحدودية الصحراوية، وتأمين الخدمات الاجتماعية للعسكريين بمختلف أصنافهم، وتقديم العون والرعاية الصحية والنفسية لعائلات وأبناء العسكريين الذين استشهدوا فداء للوطن، والجرحى الذين أصيبوا جراء العمليات الإرهابية أثناء القيام بواجبهم المقدس. ودعماً للعمل الاجتماعي وبهدف تقريب الخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها، سيتم بصفة تدريجية إحداث مكاتب جهوية بكل من بنزرت وباجا وجابس والقروان وقفصة. وفي مجال السكن العسكري، تم خلال السنة الماضية توزيع 138 شقة، ويتم حالياً إنجاز 226 شقة على وجه الكراء بكل من المكناس وقفصة ومكثر وعين دراهم ومسجد عيسى وقليبيا والعوينة وقصر السعيد، بكلفة تقدر ب 45 مليون دينار، على أمل أن تصل نسبة التغطية فيما يخص السكن المعد للكراء إلى 80%، وهو إحدى أهداف الاستراتيجية الخماسية لديوان المساكن العسكرية 18 و2022. كما تم في نفس السنة وفي إطار السكن العسكري المخصص للتمليك التفويت في 185 عقار، ويتم حاليا في إطار دعم منظومة البعث العقاري العسكري بناء 350 شقة بتونس الكبرى وجابس وبنزرت وسوسة، بالإضافة إلى تهيئة 172 مقسما بمختلف مناطق الجمهورية لفائدة العسكريين ولعائلات شهداء وجرحى العمليات الإرهابية. وفي إطار تحسين جودة الخدمات الصحية
ومزيد الرعاية والإحاطة بالعسكريين والمدنيين وعائلاتهم، ونظرا للارتفاع الملحوظ في نفقات علاج الأمراض السرطانية بالهياكل الصحية الخاصة، سيتم إنجاز مشروع المركز العسكري للوقاية ومعالجة الأورام بمدينة رادس الذي تقدر كلفته ب100 مليون دينار، حيث انطلقت الدراسات الأولية حول هذا المشروع وسيتم إنجازه في أفضل الأجال. وسيمثل هذا المركز مرجعا وطنيا ودوليا في هذا الاختصاص. ودعما للإسناد الصحي العملياتي، تم تركيز الوحدة الجراحية الميدانية بولاية القصرين لإجراء العمليات الجراحية الميدانية لمصابي العمليات الإرهابية في انتظار إتمام إنجاز المساحة العسكرية متعددة الاختصاصات بالجهة خلال السنة القادمة. وفي إطار التعاون الدولي في مجال الأمن البيولوجي في زمن الحرب والسلم عند استخدام السلاح البيولوجي، تم الشروع في تركيز منظومة أمن بيولوجي تتكون من فرق تدخل ومخبر بيولوجي متنقل. إن جيشنا الوطني مدرسة في الفداء والتضحية والانضباط وفي حب الوطن والولاء له، ويحق للتونسيين والتونسيات أن يفتخروا به، حيث برهن منذ أحداثه على أنه صمام أمان للبلاد في أوقات الشدة والمحن والأزمات. الجيش سور للوطن.